قلت كان رجلا تام الشكل مليح الصورة بهيا وكان من الشجعان الموصوفين. شجاع شجاع يا جماعة. لا أخفيكم، قبل كم يوم دخل إلى بيتي فأر صغير، فأنا عند صلاة الفجر شفته، فصحيت كنت بصحي في الأولاد ومشغول يعني، فبقول لولد عندي عمره 15 سنة اذهب اقتله واضربه بدي اصحي اخوتك. قال مين يا با؟ قلت له فار ولك دخل هون، وقلت له مش فار بدي اروح اخوتك اصحيهم على الفجر. انا يا با شو فيه؟ فعندما اقترب ظهر له الفار فصرخ. قلت له 15 سنة وتصرخ من فأر؟ وبتقول لي الحسن من أبي الحسن البصري زند وشبر وشجاع. شو هالجيل اللي طالع لنا خايف من ايش؟ من فأر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا عودنا تناولناه وكبناه برا ما عرفناش نقول له. على كل حال إخواني في الله، تنبهوا أننا نحتاج أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.